اهلا بيكم في برنامج اصل جديد ديت اور ليمينيت. معانا 7 متسابقين بيجاوبوا على 6 اسئله مختلفه، وكل واحد فيهم بيجاوب اجابته، وضيفتنا بتختار واحد في كل راوند يخرج بره المنافسه، وفي الاخر بيتبقى شخص واحد بس هو اللي هيبقى بيرفكت ماتش. اسمي طه احمد، عندي 23 سنه، ساكنه في وسط البلد. السقفة ده جديد عامه. ايه ستايلك في اللبس؟ واحد سوفت بوي، ما تسالنيش اسئله كتير عنه، يعني هو انا بقول لك سوفت بوي. يعني انت عارف ايه السوفت بوي؟ دخلت التفاصيل. مين قال لك تقول لي الاجابه دي؟ رقم 2، انا والله ماليش ستايل معين، يعني عشان كده كده اي حاجه بلبسها بتبقى حلوه يا عم. ايوه. اوكي. 3، الستايل البوهيمي هو حب الهدوم المتعلقة بالأرواح، يعني أو الهدوم المفضلة عند الأرواح. أصلا أنا نيرفانا. حلوة. يعني إيه ستايلك في الهدوم؟ يا ابني ليه مهاب. حلو حلو حلو. إيه رقم 4؟ والله هو اللي بلاقي مقاسي بجيبه. انا ميكس ما بين شباب الزمالك ووسط البلد، هم واحد، هم لا لا نفس حاجه. والله في ترمي ايه نص البلد بتقول لكم؟ لا اهو شفت، هي عارفه. اوكي. 6، انا بلبس جاكيت جلد وحواتم بايكر، يعني اوه عامه في بايك تحت مركونه وعمال قد بتاع مين. ماشي. اوكي. 7، انا بلبس ستايل تراب شعب. عارفه عارفه انت شايفك مش عارفه. رقم 6، البايكر. شوف كتير البايك، البايكر داخل. اوه ازيك عامل ايه؟ البايكر رح بيرتاح. بتدفع كام عند الحلاق؟ 1، بصوا في الطبيعي بدفع 50 جنيه، بس النهارده طول رواني عشان جايب الحد حلو فبدفع 100 جنيه. حلوه حلوه حلوه. انت صدت يعني بصوت انت. رقم 2، انا بدفع، بصوا المفروض ان انا بدفع 70 السنة عشان لا 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 والله لا لا عشان زبون قديم وكده بيديني ديسكاونت 60. يا عم انت حد عرفك؟ لا والله زبون قديم. ما اعرف هو الحلاق بس عرفته. هو اسمه ايه؟ عمر السوري. انت عرفت منين؟ ما نفس حلاق. اوكي. طب رقم 3، انا ما بحلقش كتير بصراحة. انت بوهيمي ما بدفع يعني ما ايه؟ بوهيمي. انا ستايل بوهيمي فشعري اغلب الوقت شعري بوهيمي كده. شعري اغلب الوقت بيبقى طويل يعني فما بحتاجش ان انا احلقه. كل ما بيروح الحلاق بيبقى بسعر شعري يعني 40 50 70. انا مش عارف بتحلقه فين. حلوان قولي لي. رقم 4، يعني مش عارف، وانا هقول رقم غريب. انا بدفع من 150 ل 220. ليه يا ابني؟ على حسب يعني رقم ايه يا جدع؟ هو انا بحلق عند نفس الحلاق اللي بيحلق عنده رقم 2، بس انا زبون جديد فبدفع ال 70. هو بيدفع 70 عامة؟ لا هو لا لا والله بدفع. انا معاه كده بس هو بيراضيني يعني، وبيعمل لي ماسك الاسود ده وفوطه سودا. اوكي. انا ليا فلوس عند الحلاق عشان اخر مره رحت حلقت عورني. ايه مش اتبسطتي؟ واحد مش اتبسطتي بالعكس. ازيك عامل ايه؟ الهير روتين بتاعك؟ 2، الهير روتين. الهير روتين انا مش بعمل حاجه قوي يعني، بس ممكن اكون لازم استحمى بصي انا ليه لازم استحمى بهيربال اسنسز رمان، وبعد كده اطلع عشان الهيت بيبقى غلط على الشعر فبنشف بالمروحه. يا سلام. دي اجابه بجد. ايوه باينه. بس وبنزل بقى اخد السيلفي ستيك وافضل اجري بقى مش عارف الشارع صوت. انت بوصل الدنيا خالص. لا كنت ماشي حلو كده. هتطلعك بقى يا عم. 3، بحط كريم، بحط كريم الوفيرا اول ما بستحمى،
ولا اوريال اوريال لا اوريال اوريال باتيكا والحاجات دي. وبعدين بقى ايه بنشفه بالسشوار صراحه. لا غلط بالفوطه. كلنا برضه قول بقى. انا بستعمل كريم باتيكا بعد الحمام على طول وبعمل حمام بعدها لي بعمل حمام بغلص وبعمل حمام. خمسة بعد ما بخلص عند عمر الخلاق بروح بقى استحمى بشامبو مش عارف اسمه بصراحة بس يعني هو بنتي بنتي ايه بنتي اللي امي بتجيبه معاها اي حاجة امي بتجيبها بقى. ايه في ايه مش عارف ايش انا بستعمل اللي هو بديل الزيت. يا انت مش قلت لك الاجابه قول قول النوع. بديل بديل الزيت. بديل الزيت يا عم. الله الله حلوه يا خالد حلوه قوي. حرام تطلعك على الاجابه. طلع رقم 3. يلا ابو ايمي. لا المفروض هو لا لا خليه معاك. لا لا والله يا عم لا ما عجبناش عليه. صار اتكلم عن ازيك عامل ايه. اوكي اعمل لي اوتفيت تشيك 2. ماشي هودي اديداس اندر شيرت زارا بنطلون زارا وجزمه بريشكا وسلسله. ثانيه لسه ما نزلتش في مصر. اوه من يوكي. اوه خلاص بقى يلا دفكه 4. منين؟ ما تحرقوش بقى يا عم بقى سيبك. لسه شايف امبارح والله مدينه نصر. انت عشان جاي ولابس سويت فانس رمادي غامق. خلص الساعه اللي هي ضد المايك. اوه اي سويتش الساعه ضد المايك دي اللي رقم 5. تي شيرت اديداس وسويت بانس اديداس. انتوا ايه علاقه ولا ايه؟ مش عارف حاجه. ولازمه فالنسيا. اوه لا بس اسلام نفسه جاب. اوه جيب لي صاحبك يا عم بيحلق معاه. رقم 7. فوكينج بام كل اللي فات ده انا جبت تيشيرت من افريقي بنطلون من الاوراسي جزمه من الشاذلي. اوه اللي احنا عايزينه طلعوا عليا هو ده الشاذلي. ابن يا جماعه ايه؟ ايه؟ سبعة ماله؟ سبعة جامد ايه هو؟ احسن اجابة احسن اجابة. مش عاجبك الافريقي؟ عجبوني الافريقي. مطرقع مطرقع مطرشم. هو كنترول بيعمل ايه يا شباب؟ كنترول؟ معاك اجابات؟ رقم 2. لا انا ما اعرفش الصراحة بس ممكن اقول اللي هما كانوا بيحطوه للبنت بتاعت The Conjuring. هو عبارة عن اظهار مفاتن الوجه بالمكياج عن طريق عمل تضاد. خليها عاميه. ايه عاميه اظهار الوجه بالمكياج عن طريق عمل تضاد وكاننا بنرسمه. كيف هتتكلم بقى؟ فكلما نقوم بتفتيح المناطق البارزه وكل اللي بنعمله ان احنا بنفتح المناطق البارزه. انا اعرف ان هو بيعمل هايلايت كده للخدود والشفايف. عارف 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 حاجات البنات. انت عارف انت الحاجات. اوكي 5. وانا اللي عرفت تقريبا بيعمل كونترست تحت العين. لا لا ده هو قال بيعمل هايلايت. الكونترست غير الهايلايت. لا معلش هنا اختلف بقى خبراء الميك. انا مش عارف يعني. ما تلحقش نفسك خلاص. 5. ماشي يلا يلا اللي بيفتح الاماكن الحساسه. هو عم لحق نفسه الحمد لله. اهو حزنوك. ازيك عامل ايه؟ ابني نفسك كده. لون شرابك ايه؟ لون شرابي؟ ايه عادي قوي للاسف. هو حاجه عاديه يعني. بينك. لا اقوم تمام اسود ومكتوب تحت شياكه كده. هو ده هو ده. اوه
مبروك يا اسلام. مبروك يا اسلام. مين اللي هيقوم الاول؟ يلا اس. ايوه اس 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 اس. تمام عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ يلا المفروض نطلع صح؟ اه هات المايك. طيب صح ماشيين. مشيرة خالد 23 سنة من وسط البلد. ايوه ايه ابدا انا ممكن ادي تعليق صغير؟ اسمك جميل قوي. انت اجمل. الله يخليك. ايوه رقم 2. ايوه رقم 1. ايوه رقم 2 يا رب ترجع. نبدا برقم 1. ماشي. عندك كم فولور على انستغرام؟ عندي 4502 وبعد الحلقه دي ان شاء الله 503. رقم 2. ايه الدور عادي؟ عندي ما تبتز لو ايه حاجه ولا اي حاجه. رقم 2. عندي 2060 اخ واخت. اوه انا 3. 170. ما مدخلش اي حد حياتي وكده يعني. بس يعني النهارده ان شاء الله يعني 1103. كدام انا عديتهم قبل ما اجي. طب اعمل ريفريش عليهم. خمسه. 4216 اخ واخت. بس ان شاء الله بعد الحلقه يبقوا 4216. استنى استنى هيبقوا 4217 اخ واخت ومشيره حبيبتي. ستة ستة ثواني. 273000. مش مصدقك. مش مصدقك. سبعة. عندي كم فلور؟ عندي 015 3 حقيقي. او انت اللي قلت رقمك بجد؟ انا مش فاهم الرقم بجد. تعالى يا كم سبعة. المهم بقى خلاص. جامد يا خلدون. عاش يا خالد. واحد لو اتسحبنا هتنزلني معاك على السوشيال ميديا ولا لا؟ او بتغير بقى انت هتقدر تنزليها اصلا؟ هعمل قولي مين. خلاص يبقى يلا بينا. يبقى انا وانت ننزلها مع بعض. اتفقنا. اتفقنا. كام؟ اتنين. انا خلاص عرفت الدماغ ده يا طاشا ازاي. يلا اتنين. اتنين؟ اه هنزلها عادي. لازم كل الناس تعرف قصه حبيبتي. عسى اخويا. ثلاثة. هو انا هنزلك بس مضطر احط على وشك قلب. هحط على وشك قلب. اصل انا بغير معلش. بس برضو كده كده هنوصل كل حاجه. انا بس على وشك قلب طول الوقت. انا بوهيمي. اه بس مش حلوان على فكره. اربعه. انا عندي كاميرا. انا هريك الصور. خمسه. هنزلها عادي. ايه هنزلها عادي؟ يعني هنزلها عشان انا هبقى شفت اخوات بقى. عشان احنا اخوات يا قلبي. مش فارقه بقى. انت صاحبي الحوار ده. هنزلك على فيسبوك. اشمعنى فيسبوك بس؟ انا عامل اكونت. اوه كتير يعني. انت مش عارف. انت هتدفع 100%. ستة. اكيد بفكر فيك. فير فير. هو كده يا عم اللي بيغير في الزمن ده بيطلع يا عم. دول. رقم واحد. لو امي ما بتحبكش هتعمل ايه عشان تخليها تحبك؟ لا بصي اهم حاجه الام. انا بالنسبه لي وانت ما بتحبنيش سيب بعض على طول. مش فارق معايا. بس انت حلوه يا رجل قوي. ثلاثه. اثنين سوري. لا مش عارف انا ممكن اعمل ايه يعني. بس ممكن مثلا اجيب لها حاجه حلوه واروح اتغدى معاها مثلا كده. يلا اه لا يعني عادي. يا ابني هي ما بتحبكش هتروح تتغدى معاها ازاي؟ قلت قوي يا اخي. بقول لك ايه طلعي لي. ثلاثه. انا هي ما بتحبنيش صح؟ المفروض دلوقتي اعمل حاجه تحبني. المفروض تحلها. اشيل الوشم. اشمعنى؟ طيب
بصراحة ما أعرفش يعني، أصل لو ما بتحبنيش يعني هعمل حساب على الفيسبوك وأنزل كل يوم أدعية. أربعة؟ والله يعني يعني أنت همتك معايا أنا هجيب لها هدية يعني. شيل كده وأنت هو راح نتكلم جد. همتك معايا زق معايا بقى الحوار. ايه يا عم انت هتعمل اي حاجه وخلاص، هيعمل اي حاجه عشان الرضا. طيب خمسه اعرفها على امي بقى يا عم، اقول كده بس. خمسه طلعت اخر اخر اجابه ماشي يا عم، يا رب تبقى ماشيه كده يا رب. لا 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 اخويا رقم واحد، اخر حاجه بتعملها قبل ما تنام ايه هي؟ زي ما انت عارف يعني انا اهم حاجه عندي ام زي ما قلت لك، فقلت لهم اصحى كده وخش انام. الله شخص جديد الحلقه. رقم اثنين، بفضل اتفرج على فيديو الراجل الصيني اللي هو بيفضل يصطاد القراميط. ايوه هو ده. ايه ده؟ هو بوظت مني الدنيا شكلك. طيب ثلاثه، انا بطبيعتي يعني بحب القطط قوي، بحبها جدا يعني، عندي اربع قطط او خمسه، بحب ابوس كل قطه فيهم متاكد ان هي اكلت قبل ما انام، بعد كده بقى بنام وانا مطمن يعني. عم انت مش انسان يا عم. ايه ده معلش بقى يا جماعه يعني، بس هو حب القطط ده يا جماعه بجد يعني، نيمو بالذات نيمو بعشقها. رقم اربعه، يعني هو بتاعتين، لو نعسان بصلي الفجر وانام على طول. الله اختار بدق حلقه على فيديوهين ثلاثه على اليوتيوب يعني. طيب لوز رقم واحد، جددت دلوقتي. عرفت انت تاخد من الاول بقى عشان تاخد من الاخر. وايه احنا مش عارفين انا مش عارف اراضيك يا عم. رقم اثنين، كان ايه مسلسلك المفضل في رمضان؟ الصندوق بتاع مين؟ احمد داش وهدى المفتي. عامة جامد. رقم ثلاثة، رامز عن خامون. رامز عن خامون وبقولها بكل فخر. بتاع ياسر جلال. اجمل مسلسل. مسلسل. المسلسل بتاع ياسر جلال. مش عارف. هو ده. لا انا صراحة ما اتفرجتش على المسلسلات. يصلي! الله الله. مسلسلات ولا مسلسلات مصريه؟ مين اللي قال رامز عن خامون ده؟ ثلاثة. ثلاثة. اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. اثنين يطلع. يلا 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 يا عمي. ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين. مش قلت ثلاثة؟ لا معلش. أربعة. يا عم حد فكر هتطلع خامون يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما كنتش اتوقعها منك يا اسلام. غريب قوي، كان ماشي حلو قوي الحلقة. بوظت كل حاجة. وياسر جلال اللي انت بتقوله. قرف ده. رقم ثلاثة، انت مين من شخصيات جعفر العمدة؟ انا وداد. وداد عشان شخصيته قوية وفيمينست. الحمد لله. ورقم أربعة، اخوه الغلبان. طيب قوي. دلوقتي هختار اخر واحد يطلع وهو خلينا نفكر شويه عشان مصر صعبه بقى. رقم اربعه. تاني. طيب فين هو؟ راح فين؟ انا كده كسبت. اوبا اخويا اخويا يا عم خليك قاعده. حبيبي يا اسطى. لا استقر على حاجه. حبيبي يا اسطى. يا اسطى.